النور، صباح الورد، بونجور، أهلا 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 وسهلا ومرحبا بيكم. سلمتكم بيضل الناس الكل إن شاء الله في الأمان والأمن، إن شاء الله في الفرحة، إن شاء الله يا ربي في الحاجات الباهية والأخبار الجميلة. نهاية الأسبوع، نهاية أسبوع إن شاء الله موفقة للجميع. يا الله نهير بالله العظيم يهبل، مش انقشع ضباب البارحة والحمد لله محلاه. بون الكراه بالقيتون بالبزين شوية هكا، خاطر جيه هو الضباب في الليل، عمل دعسة صغيرة على الكراه وبعد انقشع بسرعة والحمد لله. وجيها الجندبي معكم في المدام، وجيها متوا حتى نص نهار من 9:30 لنص نهار. المدام وجيها مع وجيها الجندوبي. صحيح هذا هو، إن شاء الله بالأمن والأمان. قال المخبش مش مشكلة، مش خطر أغنية متاع جماعة دوكا. الله يلا فيرميتور معايا أبناء الأعزاء. صباح النور، صباح الورد، يا مرحبا، اشرقت الانوار. ودي بوغوس يبدا معايا الاسبوع، يكمل معايا الاسبوع، مو بيته خاطر طبعا يخرب بيته يجيب عليه شيء في الويكاند، يفصل على الاثنين من القرايه يقول له اقعد عاون امك شويه، ترافاي ترافاي ترافاي، خاطر ياسر عليها وحدي. دوك اخدم معايا الاثنين يعرفوني جاي من تونس، فهمت؟ دوك نبطه شويه وكي نجيهم بعد نص نهار نكمل معاكم، نقصد ربي فما حتى مشكل. كيف الحال؟ الحمد لله لاباس. ازاي الصحة؟ الامور والحمد لله، كيما الطقس هكا يصبح الطقس مش مس لاباس، تصبح الامور كلها زي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ابني صغير قالوا لي تحايل، قالوا لي بعثوا لي مساجات قالوا لي ودك الصغير تحايل معاه قرد العش هذاك، عندك ليه محبه خاص؟ قلت لهم اقسم بالله كلهم كيف كيف، اما هو خاطر الصغير وليدي زيك مازال كيعرس الكل هكا هكا بيه وكل الصغير عرس الكبار ليه مازال، وخليهم غاد خليه بحذايا شكون عليه هكا بكلكم تمشيو نقيسوا بتجربته ساعه. صحيح خلينا مارج باهي، خلينا نشوفوا اش عمل غلط اش عمل صحيح، مستحيل تقيسوا بتجربتي على المنوال، مستحيل تقيسوا بتجربتي لانه ما فهم تلقاوش مراه كيما مرتي. الله الله يا سلام، كان تسمع اسمع هذه يلي تسمع وصلت وصلت صفا اليوم بقدرة ربي مرمز بالكشاك صفا فرجت حسين. صباح خير الناس الكل، صباح خير اللي تسمعوا فينا ولا تفرجوا فينا على اي اف ام تي في، ان شاء الله نعديو سبيعتين باهيين مع بعضنا بكل الضحك والنشاط والحيويه. سيرتو كيف معنا راجح جو جو، اي تحسنا كيما قال هو جايين نسهروا في الصباح. صحيح تحسها سهريه الصباح. فوالا قاعدة نكتشف فيه الحقيقة ولدي ذي، كبرت 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 وباقي مازلت نكتشف فيه. تبارك الله عنده حكايات مثيرة، عنده حكايات عجيبة ما خلطش عليه. راجع خوك البارح قال اللي هو في وقت اللي في كرشمه سمع واحد عاتي يا حمادي ويتذكرها سبحان الله لليوم التوى دونك، وقال لي شو البارح قال لي راني شنو الكلمة اللي قالها لي البارح؟ قال لي كلمة خليني نكون صريحة معاك، صريحة معاك معناها نكتشف، قاعدة أنا نكتشف تو رويدا رويدا. مازال ما قالكش تتمة لكلامك لاباس، ما دخلناش في مرحلة الخطأ، مازال ما تعداش صافا البارامتر، فما شكون مسو مازالولي البارامتر كريز دو لا كارونتين في الادوليسونس. صباح الورد، صباح النور، الحب والجمال، شكرا. نعملوا له أبيل ممتازة جدا، ونهار اليوم مش مس مش مش مس مش وخارق للعادة. إن شاء الله يا سيدي كله دي زون بوزيتيف للعباد الكل اللي تسمع فينا. تحسوا يبيع في الطقس، تحسوا يبيع في النهار، مش مس وخارق للعادة. مش 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 قالوا لي أنا ماني نرقد بكري ما في بليش، قالوا لي راه ولدك الصغير خذي تخوفي في اليوتيوب. إيه احكي لي فيها فلوس. هو واش باش نفسر لك الكونسيبت، اليوتيوب فيه فلوس. ديكور سبحان الله لا كيعطيوك جايزه يزيدوك في الفلوس. لا لا جايزه سامبوليك باش يشجعوك بالطبيعه. الجايزه هذايا سيلفر تروفي نتاع يوتيوب. لا 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 برشا يوتيوبرات عندهم منه في تونس، نحن توا نطوروا نخدموا للذهبيه ان شاء الله. وبنفس مريول التتويج اي بنفس مريول التتويج جينا اليوم بنفس الحوايج. صحيح مو الصباح عملت التصوير. دونك هذاك حيت الدار التالي واللي وراك هذاك الواحد الفريجيدير هذاك الفريجيدير بتاعي حسين. نخدموا على المليون ابوني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله عليهم. يا اخي انت ما عندكش مليون في بالي عندك؟ هذاك تاخذوا كي بدا عندك 100,000. مليون انا مازلت راهو مازلت كي بديت انت جوستومون. اي اي
دونك كي يولي مليون ابوني نجيب لكم التروفي نعملوا حفله لهنا خاطر التروفي نتاع المليون ابوني مش برشا عندهم منهم ابار شويه رابورين ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشجيع شجعوا لي ولدي شجعوا لي ولدي على اليوتيوب يعمل في حاجات ياسر محلاهم يعمل في دي كابسول مزيانين ومازال باش يعمل باش يفاجئكم ان شاء الله رمضان هذايا باش يدخل في مغامره ياسر ياسر محلاها تواتي انا نعرف اللي هي تواتي ان شاء الله الناس كل نقفوا هكا معاكم وان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي نوصلوك المليون وصلوا فيه مليون 100,000 مليون مازالوا 900,000 هم مازالوا 880 لانه انا عامل تو 120 ألف وشوية. أنا عندي 120 بشر، أنت 120 ألف، أنا مزيد كي بديت عندي 120 واحد، ما أحلاهم يهبلوا بارك الله فيهم يتبعوا فيا، نحكي معاهم زيد، لا ونحكي معاهم، نحكي معاهم نتكلموا، نعملوا قهوة ساعات مع بعض الناس الكل يلا يلا، نتلموا شوية كيك شوية فازات، فهمت؟ احتفلت بال 100 أنا، احتفلت بهم ال 100، جبتهم طول الدار، داري حكة نجم أنت 100,000 تجيبهم دارك، فوالا، في نهاية الأمر الغاية شنية هي في نهاية الأمر الغاية أنك تعمل علاقات إنسانية جميل يزيد 100,000 خويا اكثر من 100,000 يعني حتى هاي يا سيدي نمشي لسؤال السونداج اليوم التونسي كيف يشوف مشكل في الطريق عركه بركاج الله لا يقدر ها يا لندراي هل ترى يحاول يتدخل والا ما يهموش تونسي كيشوف في الطريق هكا مشكل يتدخل والا ما يهموش دالي انت ما انت انا ندخل خاطر فيك فريمون عشت في حومه شعبيه وما نجمش معناتها ما ندخلش سورتو كي نشوف عبد مظلوم ولا عبد معناتها لا لا معناتها لا قوه له بصراحه مش قوة التحالف اللي جاي التعال شو الإعانة معناها؟ ليه بلي النجم ديما واحد بالمعروف اي حتى بالحجار من بعيد ليه بالمعروف أخي واحد مش مشكل ديما الحزاز ياكلها كل القدير وقدره يا سيدي وأنت يوسف وأنت الحقيقة أنا ما ندخلش لأنه عندي تجربة خايبة ما صارت ليش لأنه ما صارت لصاحبي جرد فازة كي منها نهكي مرة واحد انطر ساك متاع مرأة وصاحبي واقف وهو جاي ويجري الطفل ضربوا بونية الطفل معناتها السارق ضرب راسه على المادة وشعر ما مشي ما ماتش هو ما شعر لا مشي فيها وصاحبي مشى يبحث معناتها جاي يدافع على شكون ولا باش ينحي له الساك متاع مرأة كبيرة وكل جاي يدافع يا أخي يبحث وحتى قعد مدة في الإيقاف حتى كشي لين تسايب دونك من وقتها أنا قعدت لي شوك الفازة ذيك وحتى كتصير حاجة نكلم الحاكم ولا حاجه دائما دخلش بيرسونيل مو وانت راجع والله في الكاتيجوري هذه وجهه اون سو سون امبليكي اوتوماتيكمون راه فما ميكانيزم من داخل يخدم سورتو كيما قالك تحس معناتها شيره اقوى من شيره ولا عبد ظالم وعبد مظلوم ما عادش تخمم فيها معناتها شنو هي العواقب اللي جايه من بعدها باش تطيش روحك ومن بعد نحلوا ونناقشوا ونشوفوا الامور ما خاطر تشوف في درام باش يصير قدامك وكان باش تتواصل الحكايه فما حد باش يتدخل سورتو العباد ديما يبداو يغزروا شكون اللي باش يعمل انترفونسيون الاول exactly. انا صارت قدامي الحكايه في في مترو معناتها سيد وصل انطر وتسكر عليه الباب وقعد في وسط المترو كي بدا يشوف العباد كي تغزر له حل الشباك وجا باش يرمي روحه معناتها والمترو ما مارش بقدره ربي تفضل تحاسيلو المهم لازم فما شكون يعمل لك البالولين باش العباد تتعب دونك باش تصدم هي منها تكوي ومنها تشويره معناها ما تنجمش ما تتدخلش كيف ما قلت انت كي تشوف ظلم لكن في نفس الوقت تنجم تنجم تتضر معناها خاطر الناس اللي براكي ولا اللي باش يعمل حاجه كيف هذيا ماهوش سويهل معناها ماهوش راني باش نعمل ويا تراه شدوني معناها اللي شفت انا واللي سمعت بيه واللي نقراه ساعات على الفيسبوك واللي خديناها المراه اخر مره لهنا في شنيه الحكايه صحيح. اخوها اللي مشى يدافع على مراه كبيره مرحلة دونك العبد يقول لك كيفاش يلزمني نعمل كيفاش اسكو ندخل انا شخصيا والا نحاول نشوف اقرب مركز نحاول نكلم بالتليفون نحاول
دونك بالحق منا تشوي ومنا على العلم الطفل تقتل قدام المركز مرات بركات قدام المركز صاروا مع المطرقة في اللي صاروا نيفو 7 نوفمبر في 5 وهو مروح يمكن فما استاجير نهارتها مع الفريق العامل داخل المترو فتفاهموا على الخطة 4-2 تشد الباب تشد الوسط نقوم بعملية السلب تشدت الباب فنزرفوا جميعا يمكن جه سهو السيد اللي احتوه المهمة بتاع الباب صديق ولا الكوبيلوت اللي معاه قام بسلب المرأة من شركتها وجاب شهر فتسكر الباب اغزر له مش مد المرأة الشركة ورجع تهزوز كفوف ولا تحرك عبد في المترو يغزروا لهم حتى لرجية وهبطوا وحدهم نعاقبوا رواحنا حد ما يكلمنا قاعد ولا هكا خير هكا خير والله ما نعلم سامحني مدام تدريب قاعدين ندربوا عليه 59 دقيقة نمشي ونشوفوا دالي اشنو محضر لنا رقصة من رقصات العالم يلا ايوه تفضل فما شيء. تي ما يعارك فيه من غديك قال لي 4 دقائق شوي عليه كملوا درشنا وقلت له ليها. أي بيه. معركة ما فقتوش بيه أنتم حد سد المسلمين. يا سيدي اليوم نحكيو على رقصة جميلة جدا جدا جدا. تشا تشا تشا. لا هذيك البارح. سامحوني. يا سيدي نخليكم مع إكستريم بعديك نعاودوا نحكيو عليها. ترى أعطينا أخويا الإكستريم تاع الموسيقى بالله خليك. لا عاد هذه نتاعنا الناس الكل. إيش قولك؟ فماش واحد ما يعرفش الغنية هذه. شويرات في العجينة تقول بعد وي جميلة جدا الأغنية وهذا الإيقاع إيقاع اي محلي اي سيدي هذه اون فيت ميرينغي تتسمى ميرينغي ميرينغي باللوز ميرينغي الميرينغي هذه علاش حطيتها علاش حطيت الغنية هذه على خاطر كل ما تتحط الغنية هذه مش في بالهم العباد سلسة يشتحوا عليها سلسة وين نشتحوا عليها سلسة ربي وهو صحيح. يتأثر في نفسيته راه وبرك شو غلطت اللي قاعد يصير عيب في حق الأغنية تصور أنت عبد الحليم يغني والآخر يبارك تحته ما تجيش معناتها لازم الإيماج تمشي يعمل. يبارك يعمل بريك ما يجيش معناتها الإيماج لازم تركب معناتها يلا مع عبد الحليم في قبره مسكين توا شو مجبدك فيه باسد الميرينغي هذه علاش جلبت انتباهي خاطر فات فما ديزيستوار يحكيو منين جات هالشطحة هذه واليوم انا نشتح هكا كيما تشوف وجاء البارح على خاطر وجعتني قلت شديت في قلبي قلت اليوم باش نعمل انا الفيديو دونك عملت انا الفيديو في شطحه انا ورمروم جميل فما عباد يقولوا الميرينغي جايه من قبل مع ليزسكلاف خاطر كانوا مع تديما اونشيني ببعضهم مربوطين دونك يكركروا في ساقيهم كيبداو يمشيوا هذه منين جات الميرينغ كنشوفوا لي باد باس الكل ا باس دو مارش وفيها كل التكركيره نتاع الساق فما شكون يقول لك فما ان غون ايغو معناتها مشى للريبوبليك دومينيكان وكان مضروب في ساقه دونك كان كل ما يرجع لبلاده يعملوا له حفله ويساندوه الناس كل خاطر كان يكركر في ساقه يعملوا له حفله ويشطحوا كيما هو اون فيت يتحرك معناتها كل معناتها متضامنين معاه صحيت متضامنين معاه دونك عجبتني الحكايه كيفاش بدات الحكايه وبالحق تحفونا على الاخر ومع الريتم يبدا معناتها اوتوماتيكمون محلي هكا يعطيك اونفي دي زون بوزيتيف وكمل معناتها العباد غاديكا في كوبا يشطحوها في الشارع دونك هذه معناتها الشطحه كيما احنا عندنا المزود ولا البومزيود نتاعنا حاجه شعبيه عندهم غاديكا يشطحوا الميرينغي دونك في الشارع مع العباد الكل يبداو لي بارتنير يتبدلوا مع بعضهم يبداو معناتها ديبا ساهلين كلها اباس دو مارش وفما كجو مش جو جومب مي فما كجو دو بغا اللي هاو دورها من هنا ورجعها من هنا وسلكها يسلكها يسلك الواحلين دونك هذاك علاش الدونس هذيا عجبتني على الاخر سهله للعباد اللي تسمع فينا سي اباس دو مارش معناتها يسوفي باش تمشي واون ديغي انت تكركر في ساقيك مي راهو ماهيش ما عادش باينه تو الحكايه ما هي كيفاش بديت الحكايه دونك ياسر سهله اباس دو مارش يسوفي معاك سلسه يسوفي معاك بارتنير نتاعك وتنجم تعمل معناتها معاها كيما نقولوا رقصات سهله على الاخر واون ديغي فما كود وديكود معناتها انت تعطي كود وبعد ديكودي الكود بيديك وافيك دي بلاسمون دونك تسمع الموسيقى وتسيب بدنك هو اللي يحكي مع واللي يمشي يتمرن عنده بارتنير بلاش يلقاها ولا يهز معاه لازم لا 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 يلقى غاديك خاطر يعطيك الصح داخله في الباك معناه داخله في ممتاز الباك. هو اون جينيرال اللي يعملوا لي دانس لاتين اون جينيرال ولا لي دانس دو كوبل ديما تلقى البنات اكثر من الاولاد
دونك الولايد كي يمشي ما عندوش مشكله. دونك فرصتك راجح باش تقايس الميرينجي. اني قادم الميرينجي سيد. اش قاولكم؟ باهيه برشا والله مزينه والغنايه الحقيقه تغشيت فين صغيبه ساسا ترسيلي نمشي نتعلم اليوم نمشي مع بعضنا الكلنا نعملوا كور ميرينجي مع بعضنا. يلا مشيت معاك. اوكي فكرة طيبة وفكرة جيدة. وانتم زادة اللي تسمعوا فينا اللي مغرمين بالدانس هكا كل مرة نعطيكم نوع نتاع رقصة جميلة ورائعة. توصيف جاي عاد كنا باش نبداو عشتوت والدنيا وموزيكا تتعلم. يا ربي ان شاء الله محليهمك الاجواء هذه نتاع هكا راحة واستجمام وبحر وموزيكا وكل بالحق وفرحة محتاجينها برشا برشا برشا. وشفارت وخليها وشميز هواي صحيح شميز هواي هاي محلولة سكر البرنامج. 59 دقيقة وقت توا وقت أحوال طقس جات بحجينا بحذينا بحذينا بحذينا. أهلا بيك نجلة صباح النور. صباح الفل صباح النور محليكم صحري بحري ما لقيتكش بكري تفجعت قلت وينو. ها ولت بس علينا وتنسنس علينا والكل. خليكم أحوال طقس الأخبار وبعد نرجعوا لكم نكملوا مع جوزيف فصل في الحكاية هكا هاو. يلا إلى اللقاء. زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام متابعينا راديو إي إف إم. أهلا وسهلا مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. نهاية أسبوع موافقة للمستمعين تاعنا الكل الكل شلت عديو ويكند مزين ويكند حلو فيه برشا رومانسية في برشا حب في برشا فلوس في برشا نجاح في برشا حاجات أحلوة كيف ما حضوركم. كيف ما العادة نبدأ بالحملة الودية نقولوا عادي تاع الجمعة مزيانة لا محالة فيها ضغوطات نوعا ما مي كومام الإيجابيات أكثر منه سلبية. دونك كمل ويكاند هذايا خليك رومانسي خليك متفهم خذ الأمور جزء كبير من الحمل حوار عائلي ممتاز اللي باش نخرجوا منه إن شاء الله بنتيجة خارقة العادة. نقولوا عائلي نجم يكون عائلة كبيرة كما نجم يكون كوبل معناها عاشوا غوبتيغ وإلى وقت مش هو. دونك ويكاند هذا ويكاند سبيسيال بالنسبة للحمل للأبراج الإنهارية في العموم. دونك إن شاء الله بالتوفيق للحمل الكل خاصة أنثى الحمل خليك رومانسية خليك متفاهمة واستنى الأخبار المزيانة إي سورتو إي سورتو من البارتنير نتاعك. الصور الصور اللي وأخيرا عندي مدة وأنا نقول وأخيرا للصور اللي انطلقوا انطلاقة مزيانة على الآخر إيجابيات خارقة العادة جانب رومانسي ممتاز أخبار سارة في الجانب العملي بعد شوية على القلق وعلى التوتر وإياك إياك والتشائم الأبراج الربيعية فيهم حاجة كيف يتشائموا يعديوا التشائم للانطغاج نتاعهم وكل كي يتغشوا يتعديوا التنرفيز اللي داير بهم وكل. دونك ماذا بينا نكونوا متفائلين وناخذوا الأمور بالراحة وما يسالش اللي ما يصيرش اليوم إن شاء الله يجي غدوة واللي ديما نقولوا اللي جاي أحلى وأحلى. ويكاند هذا ويكاند خارق العادة خاصة جزء مطور عندهم سوتيان مغال ممتاز من البارتنير نتاعك. عيش اللحظة عيش الرومانسية خذ شحنة مزيانة باش تنجم تكمل تواصل وتوصل للي انت تحب توصل له ان شاء الله. دونك المجهود اللي صار في الفتره اللي فاتت عمره لا كان في ضياع شويه وقت شويه صبر واللي جاي احلى واحلى. الجوزاء اليوم صبحوا متفائلين خير من البارح ما فما ضبيب وكل حكايه هذيك وكل كان عندهم مزاد نوع من الضبيب الحمد لله انسحب الضبيب وزرقت شمس مزيان. وانا قلت البارح قلت البيت البارح شميسه تقول ربيع البارح الضبيب هكا الطقس رومانسي اليوم شميسه معناها هذيك هي حياتنا كما الطقس كما الطبيعه مرها كمرها كمان ديما نقولوا ان شاء الله اللي جاي احلى. حذر روحك ويكند هذا ويكند سبيسيال للجوزي باش نعاودها مره اخرى ويكند هذا سبيسيال للجوزي سورتو لي بلان. كان في خدمه فما بون نوفيل كان في فلوس فما خطوه ايجابيه كان مع البارتنير حاجه خارقة العاده كان اخذ قرارات ممتازه تشوفوا الوضعيه بوضوح اكثر تاخذوا الامور بجديه اكثر واياك ثم اياك التراجع والتنازل وتعطي الفرصه شكون يحط لك العصا في العجله. واصل واصل ما تخليش المجهود اللي تعدى يمشي هباء مش حلو حتى تعرف واحد يعرف قيمه نفسه في المواقف راه وفي المواقف وفي الصعوبات كيفاش ياخذ القرارات كيفاش يخرج منهم بعد يقول برافو يا انا برافو يا انا بيان سور. السرطان السرطان اليوم من الابراج المائيه من الابراج الرومانسيين اللي متى عندهم رومانسيه غير عاديه. دونك بروفيت لو ماكسيموم خذ له روحك شويه انسى الحسابات انسى الخدمه انسى البوتياج انسى القلق انسى التوتر اي حاجه حلوه تفوتنا راهي نضيع منا. دونك ماذا بينا نستغلوا الفرصه اكثر من لازم وهني ان الكل سرطان عنده عقرب. دونك الابراج المائيه من الابراج المحظوظه خاصه
السرطان عاطفيا وماديا. هنيئا للسرطان خاصة اللي تعبوا المدة اللي اتعدت. دونك واصل خليك متفائل وابعد على الشك وعلى تكبير الحكايات وعلى التهلويس والونغواس اللي تكبروا على نفسك خاصة أنثى السرطان. رجل السرطان حذر روحك، عندك دي سيناتور، عندك دي فام دارجون، عندك خطوة إيجابية، عندك وعود إن شاء الله يا ربي تكون في محلها. خليك متفهم وخليك سرطان، نعرفوا سرطان رومانسي على الأخر وحساسين بصفة غريبة وعندهم شوية يعني دوك الحكايات هذيك كل سيتو تافي نورمال. الأسد اللي قلنا عليهم هذوما وقت النجاحات وقت الفلوس مرحلة العبور الممتازة والمميزة بالنسبة نسيت خاصة أنثى الأسد، وكان تعرف تسيطر على الوضع شوية وإلا تسيطر على التوتر والاندفاع والشك المفرط والحب الاتلاع اللي فيه حد اللي نجم بلبس علينا برشا علاقات ما نجيوش آخر وقت نقوم بلبسوا الدنيا ماذا بينا ليه نكونوا متفاهمين شوية وفما حاجة نجموا نتجوزوهم نجموا نتجاهلوهم باش نجموا نوصلوا لنحبوا عليه. رجل أسد معناها مهنيا عمليا ماديا خارق للعادة، خطوة ثابتة خطوة متوازنة مساندة من الكواكب، عندهم نوع من الإقبال على الحياة ومن الإقبال على الضغوطات باش نجموا يوصلوا خاطر عندهم هدف ممتاز يحبوا يوصلوا له. دونك واصل يا سيد بطريقتك. أنثى الأسد خليك رومانسي وخليك متفهمة ونحي شوي العناد واسمع للأخر، اسمع للأخر. أكثر القلق وإلا الغبتوغ اللي يصير وإلا الحاجات اللي تنجم تصير اللي هو الواحد يبدأ مقتنع برأيه مثلا وما يعطيش الفرصة للطرف الثاني يوضح وإلا يحاور. ديما نقولوا الحوار هو سيد الحلول. ساعات راه بتكون حوار سلمي ما فيه السلم في حتى شيء ما تنجم تستخرج منه حاجات اللي تنجم تاخذ بها القرارات اللي عجزت باش تاخذهم ديزاني اون غيير. دونك تسمع وإلا تحاور وإلا تتكلم وتشوف الرياكسيون اللي يصير هذيك اللي تخليك تنجم تاخذ قرار وتخليك تنجم تقدم. هذاك علاش نقولوا ديما الحوار ولا السمع فن راه نجم يوصلنا للنجاحات اللي احنا نتمنيوهم. ساعات نعملوا مجهود كبير برشا وبعد في هفوه صغيره وإلا حاجه مال بلاسي ولا كلمه مش بقطع نفسدوا على روحنا. ذاك كل ماذا بينا ليه ديما الاندفاع في اي حال من الحالات عمره اللي تنجم تكون عنده نتائج مزيانه. الصبر والمستنيه والوقت كي يعطيك كلمته والحوار كيف يصير ولا كي تتكلم وتسمع في نفس الوقت حاجه يسرى حلوه. دونك سيد خليك مستمع خليك متفهم باش ما تضيعش على روحك المجهود اللي عملته في الفتره اللي اتعديت. العذراء عندهم برشا فلوس، عندهم برشا حب، عندهم برشا خدمه، عندهم برشا حركه ممتازه تعويض كلي. وعندي مده ما نقولوا الشهر الاولانيين من العام بإذن الله باش يكونوا من نصيب العذراء من نواحي الكل عمليا ماديا عائليا صحيا برشا حاجات باش تجي على فوا. دونك هاني العذراء حاولوا تشوفوا الوضعية برشا تفائل برشا حاجات حلوة ما نخليوش الحاجات اللي اتقلقت عطلنا على حاجات مزيانة ما نجموش نسترجعوها من روح داخل. دونك خلي الأمور تمشي بالراحة وخليكم متفائلين وخليكم معناها تشوفوا الدنيا مزيانة. أنثى العذراء من غير تسرع أنت زادة خذ الأمور واحدة واحدة اسمع وعارف وقت تحاور. حذر روحك سخي ويكند ذا سخيز مزينة على الأخر بالنسبة البرج العذراء كسوة في الجانب العملي ولا المادي ولا عاطفي ولا اللي هو. فما جزء من العذراء نقول مع حب كبير حب جديد يدخل حياتكم يبدل المعطيات الكل. دونك ماذا بكم تعيشوا اللحظة باش تاخذوا شحنة مزينة تنجموا تكملوا بها المشوار إن شاء الله. الميزان، الميزان اليوم من أحلى الأبراج. تحسوا رواحكم معناها حتى من الصباح من اللي قمتوا تلقاو عندكم شحنة مزينة، عندكم تفائل، عندكم إقبال، أكل أحاسيس الحلوة ذيك الإيجابية اللي تخليكم تجريوا الأوضاع اللي فيها صعوبات وتخليكم توسعوا بالكم وتخليكم تاخذوا بالخاطر وتخليكم تتفاديوا وتتجاوزوا وتتجاهلوا الحاجات اللي اتقلق. لو كانت كملك يا ميزان الفترة هذه كل توصل تعمل خطوة مزينة بالطريقة اللي أنت تحبوا أكثر شوية. هذا ما يمنعش اللي أنا معاك في تصرفاتك في طبيعتك في الاندفاع فك الحاجات هذيك نتاعك شوية من كل شيء هذاك الشاغم نتاع الميزان. حذر روحك للسوربريز المزيانه اللي هي مفاجاه حياتيه باذن الله. شنو معنى حياتيه؟ معناها ولاده حاجه جديده في حياتك سواء خدمه ترقيه اوغمونتاسيون سالير ان بروجي ان بيبي تنقل من وضع لوضع من بقعه لبقعه. فما حركه ممتازه اللي فيها ايجابيات خارقه للعاده بالنسبه البرج الميزان. وديما نذكركم كوكب الزهره الجمال والحب دغنيغمون يظل طلعوا للمريخ واللي طلع المريخ تونسي
في أمريكا وخذ معناها 7 أشهر باش يوصل كوكب المريخ اللي هو أقرب كوكب الكوكب الأرضي هو كوكب العقرب اللي معروف الشحنة إن شاء الله لحد نحكيه كل كوكب شنو دوره في حياتنا. مثلا كوكب المريخ اللي هو كوكب العقرب والحمل اللي هو كوكب الانضباط كوكب المسؤولية كوكب الطاقة الإيجابية حب الحياة حب الذات العناد صحة الرأس الكوكب المزين اللي يعطي بالحق طاقة إيجابية خاصة في الصعوبات يعرفوا كيفاش يتصرفوا في المواقف المحرجة يعرفوا كيفاش ياخذوا الأمور في التحدي يعرفوا يوصلوا للخر هذا التنازل والاستسلام في منتصف الطريق العقرب ما تعرفوش تكمل للخر تاخذ قرار وقتها تقرر دونك واصل يا عقرب وكمل للخر وخذ قرارك بطريقتك ما تفرضش رأي الآخرين عليك ما تخليش شكون يسيطر عليك ما تخليش شكون يعملك مانيبولاسيون انت سيدة نفسك انت سيدة روحك انت القيادية انت المزيانة انت الحلوة انت اللي عندك طاقة خارقة العادة خاصة مساندة من كوكب المريخ لي متى ذي عاتيك شحنة غير عادية فرصتك باش تاخذ القرارات فرصتك باش تقدم فرصتك باش تطوي صفحة وتحل الأخرى ليه مش تطوي صفحة سكر كتاب مرة واحدة وحل كتاب صفحات يزي صارت في وسط العام واحد دونك واصل واصل مادام عندك نشاط وحيوية وإقبال وحب وإرادة وعزيمة والحاجات الحلوة الكل اليوم بكل أمانة وبكل صدق نهار سبيسيال للعقرب استنى خدمة فلوس حب أي حاجة كادو دو ديو اليوم يخلط للعقرب دونك أي عقرب عايش وإلا عايشة اقلق وإلا إحباط وإلا ضياع ولا مش عارفة سوكر بيدونسي ولا كل الحاجات اللي أمبسامب وإلا فلو وإلا كل الجزر والمد اللي تاخو برشا وقت تاخو تعطي والكل اليوم باش تنطلق انطلاقة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 180 درجة هنيئا للعقرب سيختو اللي عندها موعد اللي عندها موعد اليوم باش تسمع فيه برشا كلام حلو باش تاخذ فيه برشا قرارات مزيانة على الأخر على الأخر فيها تعويض ممتاز ديما نقولوا نستنى وخدت تعبيت قلت نسمع في نفس الكريم استنى استنى واصبر شويه ما تعرفش على الحدث وقتاش يصير ما تعرفش على الكادو وقتاش يخلط ما تعرفش على السيرفيز ما تعرفش على الصدفه زاد الكونسيدونس ساعه صغيره هكا ماكش عملت الحساب جمله تبدل معطيات غير عاديه وتخرجك من النفق نتاع سنين تعدات اللي انت تدور في نفس الحلقه ماكش فاهم شنو تعمل دونك استنى ديما فما حاجه حلوه ديما فما كادو ديما فما صدفه ديما فما سيرفيز وخاصه سبحان الله سبحان ربي فما تعويض اي حاجه تعطيها بقوه راك تاخذها بقوه اي حاجه معناها تصبر عليها راك توصل باي حاجه اي حاجه دونك التفاؤل والثقه في النفس الثقه في ربي قبل كل شيء يخليك توصل تحب علي ساعات صدفه صغيره تبدل برشا حاجات حلوه تكتشف لي فيها تعويض غير عادي انت نفسك ما كنتش تستناه هذه الحاجه المزيانه في وسط الأيامات وفي وسط الجمعات والشهور والحاجات اللي قاعدة تتعدى بطبيعتها القوس القوس هنيئا للقوس اللي هو من الأبراج النارية اللي هو عنده مساندة حلوة برشا من الكوكب متاعه توا مدة اللي هو المشتري وزيد بشغلت عليك كوكب المريخ اللي هو الطاقة اللي هو الانضباط اللي هو الحكمة اللي هو الذكاء اللي هو العقلانية اللي باش يعمل لك إضافة كبيرة برشا يخليك توصل تعمل تنسيق وإلا تحديد ولا أخذ قرار وإلا بلان وإلا برنامج اللي باش توصل به للي أنت تحب توصل له اللي حسيت فيه نوعا ما من الضغوطات والا الخطوات البطيئه شويه دونك ويكاند ثين نصيحتي ليك يا قوس مراه والا راجل حاولوا تعيشوا لرواحكم تاخذوا شحنه مزيانه سونساسيون حلوه طاقه ايجابيه باش تستعد للايامات اللي جايه اللي فيها حركه سريعه وممتازه وضغوطات وشويه قلق وشويه ايجابيات شويه من كل شيء المهم النجاحات موجوده باذن الله دونك من الابراج المحظوظه الجدي ما عادش مشايحين لي ريقي يظهر لي تفهمنا صافا الامور خارقه العاده انا وبرج الجدي الكل مراه ولا راجل خاطر الحاجات اللي نشوفهم انا ولا نحسهم انا حاجه وتصرفات الجدي حاجه اخرى يمكن نبداو مع بعضنا اكيليبرين وليو نلقاو ايجابيات ممتازه ممتازه خارقه العاده بالحق من البارح والبارح والجمعه ذي كل وانا نقول جمعه الجدي من نواحي كل خاصه تخلص من ضغوطات في الجانب المادي يعني سيناتور دوك
كونترا يعني ان مارشي ان بيان اغيتاج فلوس بلوكي كريدي بانكير اي حاجه اي حاجه المهم فما فلوس داخله حتى لو كان الفلوس باش تخرج راهي باش تغطي حاجه مهمه اللي تخلي الجدي ياخو التوازن نتاعو ويكمل المشوار بثقه هكا واراده مزيانه اللي تخليه يوصل للنجاحات اللي هما يحبوا يوصلوا لها راهو نحكي كسوة تخدم حر والا تخدم في اداره معناتها تسويت وضع تخلص من ديون خلص من الكريدي خلص ارتحنا منه حاجات كيما هكا نتاع امورنا الحياتيه مش ديما نحكي كان على الحاجات الكبار نو حتى الحاجات الصغار والشهريه والصالير عندهم قيمه وعندهم دور كبير برشا خاصه للناس الشهاره هما اهم من كل شيء بالنسبه لي انا خاطر الشهريه هي اللي تحكم فيك دونك الجدي فما توسعات ماديه خارقه العاده وفما الجانب العاطفي هو اللي باش يعطي غفله مزيان على الاخر اللي باش يعطي النشاط غير عادي لبرج الجدي ونحن نعرفوا الجدي عمليين اكثر منه عاطفيين ما كتزيد عليها العاطفه تولي الامور خارقه للعالم ان شاء الله ما تضيعوش التوازن ونتلاقوا في العطف ونسيبوا الفلوس وتدخل الدنيا بعضها ونرجع الدلو صديقي الدلو اللي هو برج هوائي اللي هو بالحق بكل امانه خاصه اللي عاشوا في الفتره اللي تعديت فما شويه ضغوطات ماديه وانا نصبر فيك ونقول لك عندك سيناتور عندك مارشي عندك ورقه عندك بونوفيل عندك حاجه حلوه صحيح ما عادش باش نصبرك انا باش نقول لك انطلق باذن الله هذاك كل اللي حكيناه في الأشهر اللي تعديت توا يبدا يتحقق باذن الله وكان تعرف انت كيفاش تتصرف وتبعد شويه على الاسراف وتعمل حساب الغدو حتى كان دخلت فلوس كبيره برشا مش معناها باش نفرطوهم من جو نقعدوا ليه ما نحاولوا نكونوا متوازنين باش ما نعيشوش المرحله اللي تعديت اللي فيها نوعا ما من الضغوطات خاطر الدلو ما شاء الله عليهم فما برشا فلوس تدخل ما في نفس الوقت قاعده تخرج بورصات ديما يحسوا فما عدم التوازن في الجانب المادي هذه الفرصه اللي باش تعمل البيلون لروحك وتعرف كيفاش تتصرف وتعرف كيفاش تحافظ باش ما عادش تصير نفس الضغوطات انت ادالو حب كبير رومانسيه غير عاديه ويكند هذيه كيف العاده نكملوا بالحوت اللي نقولوا توازن ما تتسرعش ما تندفعش خليك متفهم خلي عندك الحوار عارف تسمع فريمون يسمع في الكلام ياسر حلو على الاخر الحوت ليمت هذيه من الابراج بالحق الملمه من الابراج المحظوظه جزء كبير اكثريه الحوت يستناو في حاجات معينه ما فما حاجه غير منتظره فما حاجه هكا جايه بروبوزيون عرض اي حاجه فكره مارشي بروجي حاجه هكا مزينه اللي باش يتفرهدوا بها الحوت ليامات اللي جايه دونك من الابراج المحظوظه مسانده حلوه برشا من مجموعه كواكب التفاصيل ان شاء الله نسمعوها نهار الاحد في الليل من مجموعه كواكب البرج الابراج المائيه شفنا سرطان ما شاء الله شفنا العقرب اندفاع غير عادي الحوت ملم بالعقرب والسرطان واللي عنده هو دونك الامور خارقه العاده معناها كوكب القمر كوكب المريخ وكوكب المشتري هذو ثلاثة كواكب المسندين الرسمي البرج الحوت خاصة ليا متى زي أنثى الحوت خليك متفائل ومن غير اندفاع من غير غيرة من فرطة وأسمع قبل ما تتكلم وبعد تكلم خذ راحتك قد اللي تحب ديما في الأول وفي الآخر نقولوا نتفائلوا خير نلقاو كان الخير إن شاء الله إن شاء الله تعجيو ويكاند مزيان ناخذوا فيه شحنة مزيانة نبعدوا شوية على ستريس نبعدوا شوية على الضغوطات نبعدوا شوية على الأمبوتياج والقلق معناتها حياتنا اليومية نلقاو فرصة للضحكة نلقاو فرصة لكلمة حلوة نلقاو فرصة القعدة مزيانة نلقاو فرصة معناها بارتاجي أي حاجة مهما كانت إن شاء الله حتى قهوة نستغلوا الفرص المزيانة باش نجموا نلقاو الطاقة اللي نكملوا بها المشوار نحب نفكركم اللي إن شاء الله نهار لحد برنامج للي تنسى الحلقة الثانية الحلقة المزيانة نستنيوكم بيان سور نستنيو أراكم نقدكم زادة بوكوا با اقتراحاتكم تليفوناتكم تنجموا زادة تخليوا لي كومنتير على باج فيسبوك FM نقراوهم ونسمعوهم بالحق نستنى فيكم خاصة مواطنين في الخارج توسكي تبع في راديو اي اف ام يتبع في البرامج النوعية انا نستناكم نهار لحد من نص النهار الماضي ساعتين ان شاء الله والمشاركة معنا تطلبونا على 31 380 ألف على احلى راديو اي اف ام ماشي نهاركم اسعد الايام فيم احلى راديو مرحبا بكم الناس الكل من جديد في المدام وجيه مرحبا بالناس اللي التحقت علينا الان نقول لهم اهلا وسهلا ما زلتوا باش تشوفوا وتسمعوا برشا حاجات مازال عندنا باش تمشيوا المرشي تمشيوا معنا عاد نشوفوا ان شاء الله يا ربي نقصدش شويه اكل خضره اكل غله اكل طريف اللحم هبتتشي ويكاند عاد تو تنجم تتنصب ان شاء الله والكل مازلنا معاكم الطبخ ايضا عندنا حويجه اليوم حاجة ياسر تحفة بسيطة لذيذة ذقت من غير ما تغزلي على جنب أموري ديما واضحة والحمد لله نمشي وتوا مع ابني الحبيب في فصل الحكاية فصل الحكاية تفضل تفضل
فاضل ديريكت. تفضلوا خويا اليوم في فصل الحكايه باش نرجعوا للسنين الجميله، لانه نحن لي جينيراسيون هذ اللي موجودين لهنا الكل ثلاثه اجيال مختلفه على بعضنا، ما حضرنا عليها الحكايه هذه مثلا درسوا في وجوج حضروا عليها في حملم هكايا وقت على الكورنيش وكل شيء مع الفريكاسي والبامبالوني كانت موجوده الحكايه هذه. دالي مثلا جينيراسيون اللي قبلنا شويه في البلفيدير وكل كان مع القروده والفيوله وكل شيء يلقاها الفازه هذه، وين وراجع فرد جينيراسيون كيف كيف لقيناها جينيراسيون التسعينات لقيناها في المنزل في دحدح في دحدح وفي في في المنزل ايه في البارك. عرفتوا على شنو نحكي ولا ما عرفتوش لحد الان؟ حلوه قربت قربت. وانت راجع هاني شوفين في التصوير زلعون ايمان ايمان في الديجيتال. عايزين نحكيوا على البربا بابا لحيه جدي، حكايه لحيه جدي اي لحيه جدي بدات في 1890. زوز صحاب في الحياه اما في الخدمه اوبوزي جمله، لانه واحد يبيع في الحلوى والاخر دونتيست، دونك فكره نتاعهم زوز كومبينيزون ولا كومبينيزون حاصل واحد يهرد واحد يصلح، عرفت كيما الحكومه الحلو اللي يبيع في الحلوى مقابله ولا كيفاش شنيا حل مقابله لأي أصحاب هما في الدنيا كيما أنا ويك أصحاب أما واحد عدي. دونتيست واحد معناها واحد يفسد والاخر يعمل لك ايه يصلح فوالا دونتيست وحلوينجي جون وارتون حلوينجي وويليام موريسون من المنتج المستهلك خذ عليه خذ عليه جون وارتون وويليام موريسون جاتهم فكره اختراع حاجه بنينه اما ما فيهاش برشا سكر، هذا هما حبوا يخترعوا حاجه بنينه ما فيهاش برشا سكر ما فما ضمير مهني زاد راه فوالا سي جون هذا اللي يبيع في الحلوى قال له سهل على الاخر ناخذوا طنجره نحطوا فيها قرطاس سكر في الوسط قرطاس سكر ونحطوا الطنجره على النار سهل على الاخر وندوروا الطنجره بالقوي تاعو بال معناتها فور سنتريفيجوز تسمى تطلع بالهواء السخون والدوران هذاك تطلع السكر يولي فورم معناتها نتاع خطوط عرفت خيوط فوالا خيوط فيلاس دونك هكاك تخلقت يبيع في الحلوى ما يفهم فيزيك معناتها فهمت صحيح دونك فوالا سي جون هذا هو اللي جاته الفكره عاد نفس البرانسيب نتاع الدواوير الرمليه معناتها فوالا صحيح فوالا فوالا صحيح انت ودي مثقف من غادي صحيح عاد الموافقه نتاع الدونتيست قال له يلا خويا نصدموا صابوا البروفي نتاعو عام 1897 تحت اسم بالانجليزيه فيري فلوس معناتها يعني ملاك فاولي الفلوس يعني بالانجليزيه ملائكه الخيوط فهمت ملائكه الخيوط ولات يونيفرسال تتباع بارتو في العالم في 1904 نحن في تونس جاتنا بعد الحرب العالميه الثانيه فوالا هذه حكايه البربا بابا مالا بربا بابا بربا بابا تو ولات فما الات صغيره الحجم نجم تشريها تعملها في الدار واحده واشكال والوان والالوان ازرق فما الغاز برشا الفيولي الوان محلاه الفيغ صحيت انت وشنو تحب تعمل بها حاجه بنينه ما توفاش وما توفاش ما نتذكرش هك في صغري شكون شرى الباربا بابا وكملها معناتها كي صحن الرشته بالضبط تقعد قدامك للي طيب اكلي دوبليش ما عادش اي تشبع به وتهز برشا من بعديك ما تلقى شيء في فمك بيان سور خاطر سكر يذوب سكر محلي مخلوط على كريم جست باش نكمل لكم باش نلعبوا الجمعه هذيا معايا خور ديليس كيما من اول الجمعه كالعاده وكيف كل عام عندنا جديد مع ياغور ديليس المره هذيا ياغور ديليس يجيكم باتل على البوتل ياغور ديليس الباتل الباتل سهل برشا ما عليكم كان تلموا ستة أغطية ياغور ديليس مع ستة أغطية ديليس ممزوج وأربعة ديليس يتشرب ويتلصقوا على البوم الموجود عند العطار باش تاخذوا البوتل نتاعكم من إهداء ياغور ديليس. البوتل الموجودين للربح هما في شكل أسد دب أو بطريق بطريق اللي عند دالي يجيبوا السبور معاه والألوان المتوفرة لهم هما الأصفر الأزرق الأخضر لورانجي والروس تحب أنت راجح تحب الأزرق كماندينا زوز في الأزرق كماندينا زوز في الأزرق سهل على الأخر باش تاخذ البوتل نتاعك تلمت ستة أختي يا غور ديليس منهم ستة أختي يا غور ممزوج وأربعة ديليس تشرب فهمت وتلصقهم في الألبوم نتاعك تربح البوتل نتاعك مع العلم أنه البوتل من صنع 100% تونسي وتحترم لي نورم انترناسيونال دو كاليتي اي دي جي يا غور ديليس الباتل على الباتل خليتوش بوتل لاختكم البارح خليتكم عطيوني كعبه خليتو لها الروز باهي ما نخليوش السنه هي تو يذول لي يذول لي يذول لي في مارشي مقرين نشوفوا سهسوهات في بوا مارشي
اهلا وسهلا السهسو. صباح الخير. شنو تكشف المخنار بتاع في عركه غادي مع شكون؟ نسمع فيه راه. ليه اه سير. ليه مانيش نعرف العرك. ليه اي به اي به. انت وين؟ فما حاجه نجيو راه. انت وين؟ اي نعرف وراي رجال. اه صوت يوصل لبعض. انا في مارشي المدينه الجديده. اي اي جميل وراء. تحية لزميلتنا هاجر ناشي. مرحبا شبه اللي تسكن في المدينة الجديدة. اه هاجر تسكن لهنا. اه داكوغ ورينا الدار. معلومة جديدة. افش نمشي لام هاجر بعديك افش نمشي نفطر حذايا. صحة وفرحة صحة وفرحة وبيه بيه طل عليها وجيب لنا شوية اخبار على هاجر ما نعرفوهاش. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تهرب. يلا عطينا توا الاسوان باش نبداو بالحويتات اللي عنا. هما ما فهميش الحق قال لي خاطر فما باش نبداو بالحويتات مع البحار. ليه ليه لا معاش نجم راه لازم نوصل الصوت. شنو هو ذايا عندنا تيلار حوت فارغ لهناك ما تشوف. ليه خنكملوا خنكملوا على خير. شنو باش كمل على خير قلت نعطيك اسوا من الحويتات بعد قلت لهم الحقيقه راه ما فماش معناها شنو انا شنو يا كيف نتصرف معاك فسر لي. انا ما عادش يا فاهم قاعدين تسمع وين المسؤولين في هذا الفضاء. استاذه بنيتي ما قصدي. لا استنى استنى اعطيني قصد اعطيه تفضل حق الرد خذ فيه دقيقه كيف ما قلت. قول له كان عندك البارح بيه. هما هما فما شويه شويه الواع نتاع او معانا كان تحب تحكي مسيو اي نسمع فيك. مرحبا بك اهلا وسهلا يا سيدي. الحوت ولا الفطره ولا اللي ما حدش رايح معناتها تاع واحده معاه ما معاش تسجع خدمتنا. لا فرق بيت وفر بيت كامله واخر. عاش خاتينا حتى شيء. احنا بدنا نجيبوا سلعه نقعدوا نعانوا فيها نهار. هذا في المدينه الجديده معناها ما الحويته باش نحل السكر البطانه باش تعاود تخرج. ماناش نسمعوا بالكدي يا استاذ سهر انا ماناش نسمعوا في صوت متقطع ما فهمناش بالضبط شنو هي الحكايه والحوت قاعدين نشوفوا فيه الحقيقه نتاع ربي احنا قاعدين نشوف الحوت قلت ما فماش حوت دونك باش نبدا نعطيك الاسوام. لا اعطيني المشكل نتاع السيد قبل اعطيني المشكل. قال لك فما ثلاثة أنواع متاع حوت على خاطر فما برشا جرافيت بالنسبة للبحارة. أيوة. كما سمعنا البريود الأخرى فما جرافيت في صفاقس فما في حلق الوايد زيدة هذاك علاش ما نلقاوش برشا أنواع متاع حوت. داكور مفهوم مفهوم. إي دونك شفت حق الرد هكا فهمتكم. صحيت بالروح فهمتنا. إي جوست ما تخلينيش نحكي ديما هذاك علاش. ليه أنا ماذا بيا تولي تعمل ليستا تاخذ الأسوام تقول لي تتق في تركينا تعطيني ليستا كل وكهو. أورال أورال. عن التريليا 17 و800. إي الورقة 14 و600. فما نوع آخر أول مرة نسمع به اسمه القربسي 18 و600. خلي القاروس إن شاء الله يوصل غدوة ولا يامات اللي بعدهم باش يكون السوم 16 و800. باش ندخلوا توا للمارشي الداخل رغم اللي مش موجود عندنا الأسواق. لا مش موجود لكن نعرفوا السوم نتاعو كيف باش يتوجد إن شاء الله قبل ما يتولد نسميه باش يتوجد غدوة. استغفر الله يا رب استغفر الله يا رب. هي 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 اللي هي فهي فدت احنا خاتينا لبس علينا اقسم بالله العظيم التربية كل واحد وكيفاش ربى صغار الدليل هذاك وين 2800. اي نعم الحلوة 2400. اي طماطم 14.90. اي بطاطا عديلي الخضار عديلي الخضار وقعد قهقه على نفسك لين تدوخ. البطاطا 11.170. لا 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 اي 11.170. اي نعم يزيد بالضحك بربي يزيد بالضحك ما كلمك حد ما كلمك حد تبداش تسب عليهم لاهين على رواحهم.
اي هي البطاطا 170 كما قلنا في بين وصل 2500 الاخضر اي الجبينه 3800 الخيار 2500 القرع الاخضر 2500 كيف كيف القارص 1100 القناريه 1400 السبيس 1300 ليتو 600 الفول 1300 السبنيخ الكيلو 1800 المعدنوس ب 300 بتراف 1690 الخرشف ب 600 الكرنب 370 الكعبه اي انا سفنيريه الكيلو ب 1800 والبرولو دينار الكيلو عن شوية غلة 1820 لحلو كيف كيف 1820 بالنسبة للبرتقال لحلو عنا تفاح 3500 البنان لقيناه البرا يتباع ب 4500 والرومين الكيلو على 1500 باه شبينا مريناهمش علي ما وريتنيش الغلة خذيت الأسوام على خاطر وقتها قاعدين تضحكوا انتوما انا وريتهم ديجا ما وريتناش الغله ما وريتناش الغله وريتنا الخضره وكها وريتنا الحويتات اللي ديجا مازالوا في البحر واسوامهم سقطتنا ما نبيعلو الغدوه عاد اللي يحب القاروس هكا يجي غدوه يشري القاروس 16 دينار و800 يعطيك الصحة ساسوها لنا حديث من بعد يلا رد بالك على روحك وبرا امشي لدار هاجر افطر وبعد كي تجي عندي ما نحكي معاك يلا قبولات الى اللقاء هذه كانت الاسوام في المدينه الجديده اسوام الخضره الغله والحويتات كيف ما تقول اسسوها اللي ما همش موجودين ولكن غدوه كيفاش يجيو ما في بالهمش العدد مازالوا في البحر ويعوموا شيخين عملوا لهم سوم وسيح حضروا لهم تيلار محطوط على جنب عباد حضرت الكوان نسيه وباش تبدا في عمليه الشو دي مهزله اهلا سيدي نحن مازلنا معاكم في المدام وجهه حتى ايش نص النهار جيتنا درسوف اهلا وسهلا صباح النور صباح الورد فل وياسمين يلا نمشي ونشوفوا كوجينتنا مع درسوف ايوه سورية متاع درسوف ياسر مزيانة سورية بالنوار والورد والزهور قول لنا درسوف اليوم عنا بوغيك ترك بوغيك ترك هذه تلقاها في المسلسلات التركية موجودة برشا نتاع شيف بوريك شيف بوريك باهي نبداو بالمقادير نتاع عجينة البوريك 250 غرام فارينة 150 مليليتر حليب دافي شطر العظمة شطر مغرفة قهوة ملح مغرفة قهوة سكر 50 غرام زبدة ذايبة شطر مغرفة قهوة خميرة خبز وشوية نشاي اللي باش نخدمو به باهي للحشو زوز صدر دجاج 250 غرام سبناخ كعبة بصل ملح وفلفل أكحل زوز مغارف ماكلة زيت 50 غرام جبن مرحي مكعبات جبن موزاريلا أصفر عظمة قطرتين خل وسينوج للزينة أول حاجة باش نبداو بالعجينة نغربلو الفارينة ونحطو عليها الملح والسكر والخميرة وشطر العظمة شطر العظمة كيفاش نحطوه ناخذو العظمة نركضوها أومليت وجوست نصبو شطرها باه معناه باه ونصبو عليها الحليب الدافي ونلمو العجينة لمين حتى نتحصلو على العجينة طرية بالكدا وما تتلصقش باه نغطيوها ونخليوها ترتاح ساعة من زمان باه باه في الوقت هذاك نحضروا الحشو ناخذوا قلايه نحطوا فيها الزيت وناخذوا الدجاج هذاك نتاعنا نرحيوه يبدا كي المفروم نقليه شويه البصل في الزيت هذاك ونحطوا فوقه الدجاج نقلبوه شويه حكيت 20 دقيقه نحطوا عليه الملح والفلفل الاكحل ومن بعد نحطوا عليه السبناخ حتى لين يشيح يذبل السبناخ ويشيح من الماء ولون الدجاج ما يزموش يتبدل باهي من بعد ناخذوا العجينه نتاعنا ناخذوا الخليط هذاك نخليوه يبرد ونحطوا له جبن المرحي ونقسموه على اثنين باهي ناخذوا توا العجينه اللي خليناها ترتاح نقسموها سته قطع نكعبروهم ونكعبروهم ونحطوهم في نشاء وناخذوا بيدينا جوست نحلوا الوحده شويه بركه ونحطوا الكعبه فوق الكعبه فوق الكعبه حتى نكملوا السته ذوكم من بعد ناخذوا السته ذوكم اللي حطيناهم نحطوا برشا نشاء بيناتهم ديما نحطوا نشاء بزيت خاطر سما نجاح العجينه هذيك هي نشاء نحطوهم فوق بعضهم من بعد نحلوهم ورقه واحده بالقلقان
الستة هذوك كعابر نحلوهم حتى لين تولي جويدة ترانسبارونت. بعد ناخذوا الزبدة ذيك المذوبة وندهنوا الورقة كلها بالزبدة ذيك الزبدة ذيك باش تعمل لنا الفويتاج نتاع الورقة. باهي بعد لا حليناها ودهنناها بالزبده وكل شيء ناخذوا الحشوه هذيك الشطر نتاع الحشوه هذيك نبعدوا 4 سنتيمتر ونحطوا الحشو كي البودان وندوروا 4 لفات نعملوا 4 لفات ونقصوا نعاودوا نحطوا البارتي الاخرى نتاع الحشو نعملوا 4 لفات ونخليوهم باهي ناخذوا نحيوا الاطراف اللي منا ومنها الزايدين ونقصوهم قيمه بين 6 و 8 سنتي هكيكا وندهنوهم بالاصفر نتاع العظمه والقطرات الخل ونرشوا عليهم السينوج ونحطوهم في طبق مفروش بالورق الطبخ نسخنوا الفور على 180 درجه ونطيبوهم 25 دقيقه وصحه وبالشفاء. يعطيك الصحة درصاف. كان نعاودوا فيسع فيسع المقادير باه جوست المقادير باه عجين بالنسبة لعجينة البوريك 250 غرام فارينة 150 مليليتر حليب دافي شطر عظمة مقدار نتاع نشا باش نخدموا به العجينة شطر مغرفة قهوة ملح مغرفة قهوة سكر 50 غرام زبدة ذايبة شطر مغرفة قهوة خميرة خبز. بالنسبة للحشو زوز زر دجاج 250 غرام سبناخ كعبة بصل ملح وفلفل أكحل زوز مغارف ماكلة زيت 250 غرام جبن 50 غرام جبن مرحي مكعبات جبن موزاريلا اصفر عظمه وقطرات قطرتين خل ابيض وسينوج للزينه. يعطيك الصحه. دونك بالنسبه للناس اللي تحب الاكله التركيه واللي يتفرجوا برشا برشا في المسلسلات التركيه وتسمعوها ساعات الكلمه بورا. هيا بورا. موجوده عندنا هوني موجوده في على الباج بتاعنا باج اي اف ام تي في تلقاو الفيديو كلها موجوده واذا كان تحبوا بطبيعه تسالوا درساف على اي حاجه تدخلوا على انستغرام كوجينتنا باي درساف بحري تعطيكم بيان سور درساف نصائح في فن الطبخ. عندنا فن اخر نحبوكم تشوفوه بالطبيعه اللي هو الفن المسرحي في اطار العروض الثقافيه. منتصر برود تنظم مسرحيه وحله بوان تي ان نهار السبت 20 فيفري بطولة توفيق البحري، زهير الرايس، درصاف مملوك، نادر الملوم، محمد توفيق الخلفاوي، محمد علي بليش ودوريس ويندي. دونك ما تفلتوش وحلة بوانتين باش تعرفوا قصة سي فتحي نجار شوفر تاكسي معارس بزوز نساء عنده زوز صغار اللي كيف تقابلوا على الانترنت نجموا يكتشفوا السر نتاعو اللي مخبي باش نشجعوا العروض المسرحية ورجوع العروض المسرحية التونسية. كونوا في الموعد نهار السبت مع الأربعة ونص متاع العشية في المسرح البلدي بتونس. التذكر موجودة في تذكرتي بوانتين وعلى عين المكان بالطبيعة في المسرح البلدي. هذا العرض باش يكون بالطبيعة اون بارتناريا افيك راديو اي اف ام. احنا مازلنا معاكم مازلنا مواصلين معاكم نمشي ونشوفوا فاصل صغير ونرجعوا نشوفوا اخبار الميديا بيان سور مع اسامه. اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا بكم. العشاء و47 دقيقه شو كيفاش يتجراوا في استوديو شو كيفاش على جاي على وجوههم الله يهديكم يا ربي راهم ما شاء الله راهم ياكلوا راه والله وحد عليهم حاجه من وراء العقل من المخرج للاولاد للكل ما شاء الله صحه وفرح. ميرسي. هاي سيدي نحن باش نواصلوا معاكم من الموعد هذايا موعد اخبار الميديا. اعطيني اش تنفذ صحيح ياكل المخرج والله لوهوني ليه اليوم حاجه انتم حمله النظافه اللي عملها قبيله شويه شفت كيفاه شفت يتشش ويفشفش وحال حليله. هاي سيدي ابنائي جاي اخوكم الكبير البروفيسيونيل اللي فيكم الكل بالطبيعه باش يعطينا الاخبار. ليه تو ما سالش اخدم على روحك خويا ربي يعينك ربي يعينك تفضل. نسكتوا نحن ما مش مدخل اي مش مدخل بروفيسيونيل ما كنتش باش تحكيوا معايا اليوم لوين نحكيوا معاك. صباح النور خلاص صباح عليكم صباح صباح متغشين عليا في حاجه مش عملال يا عملال. يلا سيدي خلينا نبدا الفقره بتاعي ونحكي على روحي نختم نحل الخبز. البارح في قناه التاسعه كنت حاضره نجله بن عبد الله مع لطفي العبدلي في برنامج عبدلي شو تايم شو كيفاش عملوا وبالطبيعه استضافت
ديال لا سيريوزمون والله. صباح النور لحر. صباح النور صباح الورد يا خويا. محليك خونا والله نحب نخدم على روحي والله. خليني نكمل الريبريك نتاعي. نحكيو على استضافة نجلة بن عبد الله في قناة التاسعة اللي بطبيعة كانت استضافة على مشاركتها في سيري نتاع تريز شارع غاريبالدي اللي عندها فيها دور البطولة. لكن اللي صار البارح في الليل سبب نوع من الاستنكار عند نجلة على خاطر نجلة مشيت للبروموسيون نتاع سيري. تلقى في الليل خبر يهبط على الموقع نتاع التاسعة ولا صفحة الفيسبوك يقول نجلة بن عبد الله تقول انا اقول كلام بذيك التوانسة الكل. هذا التيتر العنوان نتاع الخبر في التاسعة. في التاسعة بيان سور تقول فيه نجلة بن عبد الله دو بوان انا اقول كلام بذي كما توانسة الكل. وانا كيف ما نعرف نجلة يستحيل معناه شوف معناها ما كلام بذي قدام الناس والا هكا في قاعدة ولا حاجة معناها ما انا عمري ما سمعتها بالحق. انا اللي عرفته شوف انه نجلة مشيت للبروموسيون نتاع السيري نتاعها جديدة. دونك مشيت باش تحكي على المسلسل على السلسلة الجديدة. دونك تلقى اخبار من نوع ذي في اللي حكيته الكل في اللي قالته الكل في الباساج اللي كان اكثر تقريبا من الساعة غير باع. معناها تلقى اخبارك من هذا اكيد باش تستنكر الموضوع. وحسب اللي فهمت وين انه مش ليكيب نتاع لطفي العبدلي هي اللي هبطت الاخبار. فما ايكيب ديجيتال اخرى في قناة التاسعة. انا بصراحة ما نحبش نحكي على الموضوع من وجهة نظر شخصية. نحب نجلة هي اللي تفسر لنا شنو اللي صار البارح في باساج التاسعة وعلاش قرينا خبر من نوع هذايا في الباج فيسبوك. معنا نجلة بالتليفون. نجلة صباح النور. الو عافيه صباح الورد. صباح الفل. صباح الخير. وجيهت وحشتك. بونجور نجلوت. صباح الورد. نحويلك. سافا. عايش. الحمد لله. نجلة دونك البارح الاستضافة كانت أبروبو سيري متاع تريز شارع غاريبالدي. لكن العبيد لقات سيكونس فيديو باراشوتي هابطة على تصريح أنت حكيته من جملة الحديث اللي تقال البارح مع لطفي. هو راهو المشكلة ماهوش لي بروبو اللي أنا قلتهم على خاطر أنا تقال الكلام دون أن كونتكست بيان ديتيرميني يفول الناس الكل تتفرج فيا عندي قداش نمشي في لي بلاتو ديلي. عمري لا لبست ديجا لبسة ماهيش لايقة نطيح فيها قدر أي إنسان يتفرج فيا وعمري ولا قلت كلمة ديبلاسيتهاش بتمس من كرامة ولا من شخصية ولا من تربية أي عابد. هذايا ما عندهاش علينا فيه. كانت الحفة ياسر مزيانة وياسر خفيفة مع لطفي الحقيقة نتاع ربي. إي أون باغلي دو تو وحكينا على كل شيء منها. قلت انا دون لو سونس معناتها انا نقول كلام زي كيف الكل معناتها كيما التوانسه الكل مانيش نقول فيه في الشارع ولا كي واحد يخرج من سينته سبحان الله معناتها افيك سي بروش والا حاجه زاد ما تنجمش تلبس ماسك حتى مع سي بروش معناتها ساعات فما فلتات معناتها عبد يفلت سبحان الله جو في با ديغ اني انا مليكه وهذه ليماج نتاع انه الصاغ يكون ايغيبروشابل لازم يكون ساعه يلبس 34 وطوله متر و70 ولازم بلون واذا كان ماهوش بلون يصبغ شعره ومتاع متربي وعامل جروند ديكون ليه ماهوش هكا لا ستار تونيزيان والا حتى الانترناسيونال راه ماهوش هكا راه انسان كيف ما الناس الكل. سيتي دون سو كونتكست لا اللي احنا حكينا. اي انا مشيت على باز ليميسيون نتاع لطفي ولطفي العبد اللي نفسه استدعاني بور لا بروموسيون دون سيري تونيزيان جديده من نوعها اون سيري بوليسيير للمخرج امين شيبوب. سيري فيها برشا حاجات جديده دي زيتي سبيسيو فما ايكيب تكنيك كامله تخدم من الصباح لليل باش تخرج ان ريزولتا ساتيسفيزون فما دي زيتي سبيسيو فما كوستيم فما دي اكتور من الصباح لليل هما معناتها يخرجوا في دي زيموسيون ويحضروا التكست نتاعهم ويسون ديسبونيبل وكل شيء. هذا الكل انا جيت باش نحكي باسمه باش في الاخر نلقى ان تيتر تقول في الكلام البديع. انا راه امراه معناتها وبعمري هذا جاسيوم تو سكو جو دي راه معناتها مش متراجعه في كلامي والا انا مش متراجعه نقول والله ما حقنيش قلت لي انا نحب كي نمشي دون ان بلاتو تيلي جو سوي سبونتاني مي لي بروبو نتاعي ماذا بيا ديما ما يخرجوش من بلاصتهم ومن سياقهم. الله غالب انا اتصلت سامحني نجله باش نقص عليك لحظه جوست اتصلت بقناه التاسعه بالايكيب نتاع لطفي مثلا ما نتصلش بالكيب نتاع لطفي خاطر انا نعرف اللي ماهيش الكيب نتاع لطفي اللي خرجت الشيء هذا وانا الحقيقه نتاع ربي توا ما عنديش لهم الوقت دونك كي نلقى لهم الوقت اللي هو يا اما في العشيه والا غدوه عندي ان تورناج دونك
ما نلقاهمش الوقت خاطر مش نضيع وقتي وقت سنين برشا فهمت شو بريفير نحطه في حاجات تنفعني فهمت معناتها جو على غالب جو دوا لو ديغ انا عمري ولا يصير لي شيء هذايا بعد قاعدة الحوار الحقيقة نتاع ربي فهمت Et je suis vraiment déçue, déçue. Moi, je me déçue maintenant. Il me faut une scène barque à mal hédia. Ou au bénis belir, quand il fait hey la barque, j'ai pas eu le dimat ou quelque chose. Ah mais oui, le contrôle. Il y a pas de contrôle. Ou il y en a marre. Mais j'ai beau artiste, je suis le coup ou trajou chayb ou trajou. Et le jour, mais je me tape les X ou les Y. Ou moi, je suis une barque. Barque des artistes twins. Est-ce qu'on a un moment on boycotte tes ça? واليوم بويكوت كل إنسان يعمل لنا حاجة كي من هكا خطر القرار يرجع لك أنت بطبيعة نجم الميز الفنان التونسي منش نحكي على ممثل أنا ولا كهو نحكي على ممثل نحكي على مغني نحكي على رقص نحكي على بانت يجي اللي هو في القنوات العالمية الكل فهمت العربية وإلا العالمية يمشي يخذ فلوس كيف يستدعاوه نمشيه بليش ونمشيه نحيه من وقتنا على خطر عنا عائلات احنا راهو رانا احنا مش معنا ما نصنعه Contrairement à ce que les gens peuvent croire. On a un nakhdmu, on a un aïlet, on a un taïbou aché au tour, on a un carré au zgarna, on a un amle barcha hajit. D'accord? J'ai dit qu'il y a une bête d'un zaïda, khasla ala wajji toula wadhina, femt, chérie, c'est clair. Non, mais tu ne t'hakes à toula wadhina, Najla, tu t'habbles. Félish, 80 ans, 80 ans. T'habbles, Najla, t'habbles. Belhaq, Najla, hasabik, hasab, l'gosh, ou kul shay, Najla, انا نعرفها وخدمت معاها بالحق انسانه متربيه برشا بالحق متربيه ياسر معناها حتى كيف قالتها الجمله ذي جو سو قالتها بسبونتانيتي كبيره نتاع اي في الدار مثلا انا كان تصير حاجه نجم تتزرف مني كلمه معناها تتقال كلمه سافا با دي هذيك تصوير نجله بن عبد الله ولا تصوير زعما الفنان شو كيفاش ولا نحصروها في معناها عطاء جات باش تحكي على ان برودوي ارتستيك اللي فيه برشا خدمه وفيه يلزم عبد يحكي عليه ويوصله انت تحصر هذيك الكل في كلمه تقالت دون ان كونتكست واضح ومع لطفي معناها كل سبونتانيتي اللي مع لطفي كل لو بروبليم اللي القناه في حد ذاتها والليميشن في حد ذاتها عيطولي بوغ لا برومو كان فيتون دون سيري باش تتعدى عندها معناتها المخ ما فماش معناتها انت تعمل في البيت بوز روحك والا كيفاش انا باش نطلب انه يتنحى الارتيكل مانيش باش نطلب باش يتنحى الارتيكل خاطر انا كي نقول كلمه احنا اللي نطلبوا باش يتنحى الارتيكل نجل اترافير الباساج نتاعك معانا نتمناو انه قناه التاسعه تدارك وتنحي الارتيكل انا نتمناها ما تداركش وتخليه خليه كيما خليت برشا حاجات خاطر احنا تويكا لاهين ايمن الشريف طلقت هو حياتنا الخاصة وليت هي الحياة هي اللي أعمالنا من بقى تتحكي عليها الناس مش عملت وش ما عملتش ما نحكيوش عليها خلينا نتجاوزوا نجلة النقطة هذه وضحناها جوست سؤال السيري وقت ايش نجموا نبدأ نشوفوها اليوم على قناة التاسعة والله الحقيقة متاع ربي أنا جو نو با برونونسي على خاطر أنا داخلة معناتها كيما الممثلين اللي في التكنيك الكل لكن نديو تلمون هي في التورناج الكل ما عندناش لا دات إكزاكت أما إن شاء الله يا ربي بروشينمون باش تشوفوا لا سيري أوغ رمضان ما كنتش تشوفوها في رمضان و فاكروا ابحث معنا مع نوردين الكحلاوي قلت نوردين الكحلاوي عبد المجيد لكحلاوي سيتي سيري ياسر محلاه نتذكرها الله يرحمه وينعم نتذكرها شكون حط لي غرفة في الفريجيدير C'est pas ça, ça mais beaucoup ياسر مودرن ياسر محلاها هذيك ديزاكتور بالحق اكسترا اوردينير معناتها محلاهم ميتيب ياسر محلاهم وانت عندك كوتي كوميك ياسر مزيان نجله الحقيقه نتاع ربي معناها اللي يشوف هكا لو سيريو مثلا في شخصيات خدمتها والا حتى اللي يشوفك في الدنيا هكا وكل ما يعطيش ما يجيش البالو اما انت ياسر ذامره وياسر ياسر محليك في الكوميدي حتى في الدنيا لا نحكي توا على الممثلة أنا خاطر بالحق مش سهل خاطر مش سهل أنك راك تخدم كوميديا راهي حاجة ياسر صعيبة أنك ضحك الناس هي عندها في وجهها حاجات
بالحق تكتشفوهم كيف كي تشوفوا نجلة في الكوميدي. اي عمل تقوم به ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ميرسي بوكو نجلة. يعطيك صحة نجلة. يعيشك وجيها. ميرسي بوكو خويا يعيشكم. ميرسي فضلك. باي باي. ميرسي. جوست نحب نختم بعد الكلام نتاع نجلة على قناة التاسعة. زاد البارح الهيئة التسريعية نتاع النادي الافريقي هابطت بلاغ كذبت فيه خبر كان تنشر زاد على موقع قناة التاسعة تحت عنوان خصم 6 نقاط من رصيد النادي الافريقي في شهر مارس. الخبر اللي اعترضت عليه هيئة الافريقي وأصدرت بطبيعة بلاغ توضيحي تقول فيه اللي الخبر عار عن الصحة وتستنكر فيه مثل ترويج مثل هذه الأخبار تقول هي الكاذبة كما يقول نص البلاغ. الخبر ما عنده حتى أساس من الصحة وتقول بطبيعة هيئة النادي الافريقي ماذا بيكم ترجعونا لنا احنا باش تاخذوا الاخبار الصحيحة على النادي وما الى ذلك. دونك حبيت نربط مع قناة التاسعة. ان شاء الله مازال عندنا دقيقة جوست نحب نحكي على حدث مهم ومهم جدا تنقلته البارح اغلب قنوات العالم واللي هو هبوط المركبة الفضائية اللي انا لطول نجم نحفظ اسمها بيرسيفيرنيس اكزاكتومون التابعة للنازا على سطح كوكب المريخ البارح الخميس وتم ارسال اولى الصور من الكوكب بعد رحله دامت تقريبا 7 شهور والتراجيل اللي عملتها المركبه هذيا حسب تقريبا في ساعة قديش ليه عم نجمش 470 مليون كيلومتر 470 مليون كيلومتر عم بجسحوا العباد اسمها بيرسيفيرونس فوالا بالضبط بيرسيفيرونس Exactly. ما اسمه يدل عليها Perseverance امبارح لايف على قناه تي اف حاضر فيه الفرنسي بالطبيعه وعملوا ميم ديز انترفيو مع فرانسيس في النازا العالم يتقدم نحو الاعلى محمد عبيد يخدم في النازا زاد زوز عندنا زوز الاسم ما نذكروش مع عندنا محمد عبيد وعندنا عندنا توينسا يخدموا في النازا بطبيعه الحال وكوين الامريكان وصلوا لمارس في فيفري معاهم معاهم في الكوكب الفوق تونسي معاهم الفوق بالله اي تونس معاهم الفوق تريبيا تا تشوف من بعد درابو يخرج درابو تا تشوف هليل والنجمه الحمد لله يا ربي عندنا توينسا مشرفينا في النازا بالطبيعه والحمد لله محليهم التوينسا وتفرش تفرش ستفرش حسيتكم خاطر تحكيوا عليه وكان نشوف احنا وين وما وين انا باش نحكي احنا زاد عندنا قمر صناعي ديانتو عندنا قمر صناعي سنه اخرى تشوفنا نقل جماعي يذب عليك في مارس اسامه شكرا ليك يعطيك الف صحه ميرسي بوكو نقول لك بون ويكاند صديقي ان شاء الله نتقابل بقدره ربي نهار الاثنين احنا مازلنا مواصلين معاكم في المدام وجاه حتى نص النهار وقايت الاخبار وراجعين